مرحبا، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، تحية متتبعي قناة الوضوح. نلتقي معكم في هذا الفيديو الجديد. كما هو معلوم اليوم عيد الأضحى المبارك، الناس عيدت بخير وعلى خير الحمد لله، لكن واحد الفئة ديال الناس اللي هي كتامر دائما وكل عام كتامر كل الأعياد خاصة عيد الأضحى، لأنه زيادة على الأزبال والأوساخ اللي كتجمع نهار كامل، تزيد عليها عودا الجلود الهضورات. الملاحظ أنه واحد التوصية اللي كان دارها السيد النائب رئيس ديال الجماعة ديال زيو، كان دار واحد الإعلان أو تنبيه يعني أو نداء المواطنين باش يتعاونوا مع هاد رجال النظافة باش يديروا ديك النفايات في الأماكن ديالها المخصص لها. هذا من جهة، وهذا الفيديو راه نداء للمواطنين للمسؤولين بالنسبة لهاد الحاويات ديال الزبال كما رحنا كنشوفوا، هي فيها النص مازال فيها تسعفش غادي ننزلوا النفايات، رحنا كنشوفوا خارج ديال الحاوية واسمه هو التفسير ديالو. ها هي الحاوية راه فتحتها باليد ديالي، يعني باقي فيها تهز كثر من هاد الشيء اللي راه في الأرض. هنايا حتى ويلا جات البلدية استعملت ديك الرافعة ديال هاد لي بانو، يعني واخا غادي تجي البلدية نقولوا علاش البلدية ما عندهاش ديك الرافعة اللي تهز هذيك الحاوية وتخويها في الكاميون، يعني وديك اللي راها في الارض كي غادي دير لها، يعني فيها اليد العامله، فيها انا رجل النظافه راه كيتامر ويبقى يجمع الزبل هنايا. ويلا دابا هذه غير اللي شافت عينينا، هذا في عيبه كريم، وهاد الحاويه راه تهرست وكتخرج منها رائحه كريهه. على الاقل جوج المرات في السيمانه يتغسلوا بالبرودوي وبالماء، برودوي ديال النظافه جافي الكلور، المهم يتغسلوا جوج المرات على الاقل في الاسبوع. النداء اللي كان وجهه المواطن هو يتحاولوا على هاد الناس، ولا كان الزاج يعني شيميكا خصنا نعلموا لهم، لان شحال من واحد تلاقي معاه قال لك تجرحت باليد، شحال من حاجه حاده كتكون في ديك الميكا، هو مسكين كيهزوها لانه شمرات الكاميون كيتمشاو هما كيخطفوا كيكونوا شيميكات قلال، غير كيهز ويرمي. شحال من واحد تجرح بيدو، غادي تقول لي ليغويات خفاف، داير ليغو ولكن خفاف يعني رطب، حتى هما كيهبطو ليغو ما كاينش الاصحاح. من هذا المنبر كنطلبوا من المسؤولين باش يوفروا ليغويات يكونوا صحاح، تكون عندهم وسائل الحماية. بالنسبة للتلقيح ضد الجراثيم الله أعلم واش دايرين لهم ولا لا، بالنسبة ديك مطرح النفايات دوك الموظفين دوك المستخدمين اللي تماك دايرين لهم التلقيح ضد الجراثيم ديال هاد الأوساخ. بالنسبة لهادو مساكين كيخدمو ساكتين، يعني يخدم في العيد يخدم بلا العيد يخدم راه تما وها، يعني بواحد بلا ما نهضرو على الماندا ديالهم. رجاء يعني شوية الواحد يرقف من هاد الناس هادو، حتى ولا كانت بعدا شي إكرامية ولا الواحد يلتفت، حتى الجمعيات اللي كاينين في زايو اللي راهم كيخدمو في الخفاء وفي العلن يديروا شي نهار واخا مرة في العام، كل جمعية دير مرة في العام يكرموا هاد الناس، لأنهم هادو يستاهلوا التكريم، لأنهم كيهزوا لنا الوسخ ديالنا، كيجي كيهز الوسخ ديالك، ما تحقروهمش كرموهم. وهادشي اللي كاين، وتحية لكم جميعا، عندنا مواضيع أخرين غادي نطرقوا عليها في الوقت ديالها. تحية لكم جميعا، شكرا على التتبع. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف نور.